حالتنا اليوم عندنا حالة بالعراق هي طفلة بالعراق ألفت كتاب عن كورونا. تعالوا خلينا نعرف أكثر عن تفاصيل هذا الخبر وشون طفلة بهذا العمر ألفت كتاب. خلينا نعرف أكثر. استغلت الطفلة العراقية منار إيثار الكامل 8 سنوات وقت فراغها الكبير بسبب إجراءات العزل العام المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا عن مستجد لتؤلف كتابا للأطفال تعبر فيه عن أفكارها حول الجائحة وتأثيرها على حياتها وسبل الحماية من الفيروس. وكانت البداية بتعبير منار عن أفكارها ومشاعرها بقلم رصاص في دفترها الخاص. ولما رأت أمها الدفتر بعد فترة يعني أحست أنه يمكن تصبح بنتها كاتبة ويسهم هذا الموضوع بزيادة توعية للأطفال بخصوص كورونا. وجرى تطوير الأفكار لتصبح بالفعل كتابا نشر بالعربية وبالإنجليزية تحت عنوان Get Safe From Coronavirus أو كونوا آمنين من فيروس كورونا. وأكد إيثار هشام والد الطفلة أن كل ما ورد في الكتاب من أفكار ابنته باستثناء المعلومات الطبية التي ساهم فيها أطباء من العائلة لكي تكون معلومات دقيقة. وأضاف والد منار طبعا كتابة الكتاب هو كان نسبة 100% من كتابة منار، يعني ما حد دخل بالموضوع بأسلوبها الكامل وبعمرها هذا، لكن بالنسبة للمواضيع الطبية والمعلومات اللي يحتاج أحد يدخل بها شارك بها جدها وعمها وعمتها لأنهم هم أطباء طبعا. ونشرت منار الكتاب في العراق غير أن أول 85 نسخة منه طبعت ووزعت على أصدقاء وأقارب في الولايات المتحدة حيث كانت تعيش أسرة الطفلة حتى عام 2019. جدا حبيت هذا الخبر. كلش حبيت الخبر بصراحة. يعني أحس أنه نفتخر إحنا أطفال بهذا العمر من بلدنا عندهم وعي كامل شون بهذا العمر 8 سنوات. يعني 8 سنوات يا دوب يعرف شون يلعب بألعابه وبدروسه يحضرها، أما منار 8 سنوات ألفت كتاب عن جائحة كورونا. كلش عجبني الخبر وبصراحة أمتعني. طبعا هذا يرجع لتربية الأهل الصحيحة. أكيد أكيد فعلا. تخليها أنه عندها هيك هدف ويخليها هيك تفكير تفكر بحيث بها بهذا العمر تحب توصل للهدف معين، فهذا شيء جدا رائع. صح. قليل نشوف هيك مواهب بصراحة. صح. زين أنت شو تأيدين ورد أنه الأطفال بهذه الأعمار الأهل يركزون على تعليمهم لأشياء أقوى؟ مثلاً أنا اليوم عندي طفل عمره 8 سنوات، مثلاً أبدي أدربه على عزف البيانو. حلو. أدربه شلون مثلاً يعزف آلات معينة، شلون يقوي نفسه بالرسم، بالرياضة معينة، بالكتابة مثل ما سوى والد منار أيضاً. تفضلين هذا النوع لو أترك الطفل على هوا وفقط يلعب ألعاب ويقضي يوم شلون؟ لا طبعاً أنا أشجع هاي الأمور، يعني هي تطور من عقل الطفل لكن مو بصورة مبالغة، يعني مو كل وقته لازم هيك. هم أنا هو طفل لازم يعيش طفولته، لأن الطفولة شيء مهم بالنسبة إنه هو راح يكبر فراح تأثر عليه، هاي شيء سلبي راح يكون. صح. فلازم هيك وهيك، أنا علمه هيك وخليه بنفس الوقت يعيش طفولته المحدودة. صح. يعني تقصدين إن الأمر يعود للأهالي. بالضبط.